استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على صفحة فيسبوك نورسات الأردن معالي الأستاذ نايف الفايز وزير السياحة والأثار، حيث دار الحوار الذي جرى في جبل نيبو حول المكانة المقدسة لهذا الموقع كأحد مواقع الحج المسيحي المعتبدة من قبل الفاتيكان، حيث وقف عليه موسى عليه السلام ليشاهد الأرض المقدسة التي وعده الله بها. وأشار الوزير الفايز إلى توجه الوزارة خلال العام المقبل لربط جبل نيبو بالمقطس ضمن مسار درب الحج المسيحي. المزيد في هذا الحوار. درب الحج المسيحي سيد العزيز، أنت تفضلت وشرحت لجمهورك بأنه هناك نقاط رئيسية في الأردن، وسمعتك تتكلم عن موقع المقطس، موقع المقطس موقع ولادة الديانة المسيحية بعد عماد سيدنا المسيح عليه السلام. يعني نحن أردنا أن نكون هناك إثباتات من خلال دائرة الآثار العامة، وهي مؤشرات تدل على هذا الدرب، الدرب الذي يربط ما بين المقطس وما بين جبل نيبو. نعم. وهو درب حجم مسيحي قديم تاريخي. نعم. وليس جديد. نعم. نحن نريد أن نعيد إحياء هذا الدرب، نريد أن نعيد رسم هذا الدرب، نريد أن نعيد النشاط من حيث الحج ما بين المقطس وما بين هذا الموقع، وأيضا بالمستقبل نربطه في بمواقع أخرى. فهذه هي المرحلة الأولى، وبحب أطمنك إحنا ما جينا هنا وأعلننا عنه إلا بعد ما كنا قد قمنا بالمسح الأثري. نعم. ومثل ما حكيت أنه هناك بعض المؤشرات وثوابت على أرض الواقع، وستكون موجودة جزء من التجربة وجزء من المسار درب الحج المسيحي، وبنفس الوقت قمنا بتحديد الإحداثيات لهذا الدرب حتى تكون ثابتة. سيبقى هذا الدرب هو درب حج بسير على الأقدام لربط هذا الموقع في موقع المقطس، وهو المرحلة الأولى، هذه المرحلة الأولى، وهو حوالي 30 كيلومتر. نعم. ما بين هذا الموقع والمقطس من جبل نيبو للمقطس. نعم. إن شاء الله المعالم المختلفة في هذا الدرب هي معالم لها يعني لها دلائل دينية بداية. نعم. ولها دلائل أيضا أثرية تاريخية. أثرية من. نعم. الأثار اللي طيب. تم يعني التنقيب عنها والعثور عليها، وسيكون هناك مراحل، تعرف الأثار بتطول طبعا. نعم. يعني التنقيب. نعم. والأثار هذا سيكون بمراحل مختلفة، ولكن احنا نريد أن نثبت هذا الدرب، وإن شاء الله يعني نوعدكم يعني بأقصى حد بمثل هذا الوقت في السنة القادمة سيكون الدرب يعني قد بدأ استخدامه. أنا بعد سنة بدنا نستضيفك ونمشي معك في هذا الدرب. يعني إحنا معطين حالنا بعد شوية وقت إضافي. برافو. ولكن إحنا نسعى بأن يكون قبل ذلك، ولكن إحنا حتى يكون الوعد، وإن شاء الله يكون دائما صادقين معكم في وعدنا. نعم. أن هذا الوقت مثل هذا الوقت يكون جاهز هذا الدرب كمرحلة أولى، وتعرف الدرب يكون بده مراحل عديدة لتطويره وتقديم الخدمات المختلفة فيه، ولكن كمرحلة أولى سيكون جاهز لاستخدامه من كافة زوار الأردن ومن كافة الذين يأتون إلى درب الحج المسيحي. نعم. من أردنيين ومن ضيوفنا من خارج الأردن ومن دولنا الشقيقة العربية للقدوم إلى. نعم. درب الحج المسيحي للحجيج ما بين المقطس وما بين هذا الموقع.